اهلا بكم اعزائي طلبه وطلبات التعليم الفني، ومع حلقه جديده من ماده التخطيط للصف الثالث الثانوي قسم ملابس جاهزه، مقدمه لسيادتكم المهندسه نرمين محمود محمود غويبه. هنتكلم النهارده عن الباب الثاني، نظم الانتاج في مصانع الملابس والتريكو. احنا الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن تقسيم العوامل المحدوده للانتاج الى مجموعتين، عوامل داخلية، واتكلمنا عن العوامل الداخلية وقلنا العناصر بتاعتها، وبعد كده دخلنا في العوامل الخارجية وتوقفنا عند النظام الثقافي والتعليمي في العوامل الخارجية. هنكمل مع بعض النظام السياسي والاقتصادي في السائد في الدولة. يعني ايه النظام السائد السياسي والاقتصادي السائد في الدولة؟ بقول هو نظام رأس مالي يعتمد على قوى السوق، أم نظام اشتراكي يعتمد على التخطيط المركزي. يعني أنا عندي هنا النظام ده، يا إما رأس مالي بيعتمد على قوى السوق أو نظام اشتراكي بيعتمد على التخطيط المركزي. تاني حاجة، السياسات النقدية والمادية المالية والسياسيات المتعلقة بالأجور ومعدلات النمو الاقتصادي. يعني السياسات النقدية الفلوس اللي داخلة هي النقدية، والسياسات المتعلقة بالأمور الأجور، يعني الأجور بتاعتي داخل المؤسسة هتمشي إزاي، ومعدلات النمو الاقتصادي والاستثماري في رأس المال البشري، لأن أنا بعمل استثمار في رأس المال البشري موجود عندي. عندي بعد كده الدورة الاقتصادية، هل الاقتصاد في حالة كساد أو انتعاش؟ يعني هل الاقتصاد بتاعي بتاع الدولة منتعش ولا في حالة ركود بالنسبة للمنتج اللي أنا هطلعه؟ بعد كده هنتكلم عن اللوائح والقوانين والتشريعات العمالية. يعني ايه اللوائح اللي أنا بحطها والقوانين اللي أنا بحطها داخل المنظمة للتشريعات العمالية الخاصة بالعمالة الموجودة عندي؟ أول حاجة عندي بقول تساهم تشريعات وقوانين العمل بقصد كبير في التأثير في إنتاجية العمل. يعني أنا دلوقتي الخطة اللي أنا بحطها أو التشريعات اللي أنا بحطها دي إيه؟ بتعمل عندي إنتعاش أو بتأثر في إنتاجية العمل الموجود عندي. ليه بقى؟ لأنها بتشكل الجانب القانوني لعلاقة العمل. يعني أنا دلوقتي بعمل علاقة، بعمل خطة مرتبة للعامل إن هو هياخد أجر، هيمشي على نظام داخل المؤسسة، بيبقى الأجر بتاعه متحدد، وبيبقى العامل عنده مسؤولية في عملية الإنتاج. يعني العامل مسؤول على الإنتاج بتاعي عشان ياخد أجر نظير الإنتاج اللي بيطلعه. عندي رقم 7، السياسات والتشريعات الحكومية. يعني ايه السياسات والتشريعات الحكومية؟ يعني التغيرات الهيكلية التي تؤثر على أنظمة الاستيراد والتصدير. يعني الاستيراد والتصدير عندي ماشي ازاي، ودي الأنظمة اللي هي أنظمة سياسات الدولة. يعني التشريعات الحكومية اللي بنحطها اللي الخاصة بالتصدير والاستيراد. القوى العاملة، القوى العاملة دي طبعا اللي هي القوى العمال اللي شغالين عندي، لازم يكون في تدريبات، في تهيئة، في تعليم خاص بالقوى العاملة اللي عندي عشان أأهلهم يبقوا ايه، يبقوا فني متميز يقدر يطلع لي إنتاج متميز. بعد كده عندي رقم 9، التنظيمات العمالية. يعني ايه التنظيمات العمالية؟ اللي هي النقابات العمالية. يعني العامل بيخضع الى النقابات العمالية في تحصيل حقوق العامل. يعني لازم النقابة بتاعت العمال بتحقق الايه حقوق العامل، بتتابع العامل وبتشوف حقوقه ايه، وهل هو واخد حقوقه داخل المؤسسة ولا لا. بعد كده عن 2 نقطة اللي بعديها، البنية الاجتماعية والسكانية. البنية الاجتماعية والسكانية، يعني ايه البنية الاجتماعية والسكانية؟ البنية اللي هي طبعا بالنسبة للعمل بيبقى فيه رجال وفيه ناس، نسبة الشباب إلى الأطفال. يعني المفروض إن فيه نسبة موجودة في العمالة عندي، اللي هي في عندي رجال، في عندي نساء، في عندي أطفال،
في عندي شباب، في عندي اللي هو الشيخوخة، دي اللي هو المجتمع بتاعي اللي موجود عندي، اللي انا بعمله الانتاج ليه. هل الانتاج اللي انا بعمله ده بيخاطب انهي فئة؟ هل بيخاطب النساء، بيخاطب الرجال، بيخاطب الشباب، بيخاطب الاطفال، بيخاطب الشيخوخة؟ لازم احدد البيئة الاجتماعية السكانية اللي انا هخاطبها من ناحية الانتاج بتاعي. توفر البنية التحتية الجديدة، طبعا اللي هي طرق النقل الجيد وخدمة الاتصالات والمياه والكهرباء اللي انا بوصلهم للشركة. يعني الشركة بيبقى محتاجة كهرباء، محتاجة مية، محتاجة مكان هأجره، محتاجة خدمات، دي اللي بقول عليها ايه، الخدمات اللي بيحتاجها، الخدمات الغير مباشرة اللي هو بيحتاجها المكان، اللي بنقول عليها البنية التحتية اللي ايه الجيدة. يعني لازم يكون متوفر مكان، بوفر له ايجار، بوفر له مية، بوفر له كهرباء، علشان اقدر اعمل ايه المنتج بتاعي. السياسات الصناعية للدولة، يعني ايه السياسات الصناعية للدولة؟ طبعا الدولة بتفرض ايه اقامة بعض المشاريع الصناعية في منطقة دون الاخرى، يعني في مناطق بتحددها الدولة لإقامة المشاريع. ليه؟ لأن إيه؟ في للتنمية، لأسباب التنمية، وفي مشاريع ما تنفعش مثلا تتعمل داخل منطقة سكانية، فبعملها في مناطق مثلا صحراوية. يبقى أنا بختار إيه؟ بتبع سياسة الدولة في تنفيذ المشاريع بتاعتي، بتبع سياسة الدولة في تنفيذ المشاريع بتاعتي. طبعا ده بزيادة إيه؟ لزيادة تكاليف النقل والمواصلات، ده بيزود عليا لو المنطقة بعيدة بيبقى فيه زيادة في النقل وفي المواصلات. طيب المنافسة، المنافسة طبعا لو أنا بعمل منتج بيبقى فيه درجة المنافسة حسب جودة المنتج، وحسب إيه الطلب عليه، وحسب القيمة المضافة اللي أنا بحطها علشان أعمل إيه، أعمل نخلي العميل يبقى يعني عايز المنتج بتاعي، اللي عنده قابلية للمنتج بتاعي. يا اما بخفض السعر او بخلي السعر مناسب للمستهلك، يا اما بزود عليه قيمة مضافة بحيث ان هو يبقى افضل من المنتجات اللي بتتباع مثيله في السوق. دي اللي هي ايه المنافسة. بعد كده هو بيجي سؤال بيقول لي بين فيما يلي ايهما العوامل الخارجية وايهما العوامل الداخلية. هو هيجيب لي هنا مجموعة من العوامل الداخلية ومجموعة من العوامل الخارجية، وأنا أقول أنهي فيهم العوامل الداخلية وأنهي فيهم العوامل الخارجية، وأشرح كل جزء لوحده. طبعا بقول لي هنا المواد الأولية، طبعا دي من العوامل إيه الخارجية، الداخلية تكنولوجيا المعلومات، بيئة العمل، طرق أداء العمل، النظم الإدارية، الترتيب الداخلي الجيد للمصنع، كل دي من العوامل إيه الداخلية. طبعا هنا نيجي بقى للعوامل الخارجية، الطاقة الانتاجية للمكان ومعدات، النظام السياسي والاقتصادي السائد في الدولة، العوامل الطبيعية، المنافسة، القوة العامة اللي احنا لسه شرحناها. طبعا لما يجي سؤال زي دوت هتحط العوامل الداخلية العناصر بتاعتها والعوامل الخارجية العناصر بتاعتها، وابدأ اشرح ايه كل عنصر مع بعض. نيجي بقى للسؤال اللي بعديه، تكلم عن تأثير الانتاج على الفرد والمنظمة. يعني ايه الانتاج بيأثر على الفرد وعلى المنظمة؟ الفرد اللي هو مين؟ اللي هو العامل اللي بيشتغل عندي، والمنظمة اللي هو المكان اللي بيشتغل فيه العامل. اول حاجة بالنسبة للفرد الفرد العامل، يعني اللي هو العامل اللي شغال معي، فان انتاجيته تعكس مدى مساهمته في العمل الذي هو المقدار الذي يعطيه من جهد وعلمه ومهارته. يعني العامل ده لازم يكون عنده علم وعنده مهارة عشان يقدر يديني ايه، يديني انتاج جيد او يديني عمل جيد. يبقى هو العامل ده لو ما عندوش مهارة ما عندوش علم مش هيقدر يديني ايه عمل جيد. طب الى جانب عنايته ورغبته في القيمة المضافة الى المنتج النهائي، يعني هو العامل لازم عنده رغبة ان هو يحسن من المنتج بتاعه، يبقى عنده فكر ان هو يديني قيمة مضافة للمنتج بحيث ان انا ايه ازود من انتاجه، اخلي عليه اقبال اكتر، اعمل عملية جذب للمنتج بتاعي.
إلى جانب عناية ورغبته فيه القيمة المضافة إلى المنتج النهائي. فإذا زادت إنتاجية الفرد فإن ذلك معناه زيادة مساهمته وأهمية الدور الذي يلعبه في وظيفته ومن ثم مجتمع. يبقى أنا العامل لما يبقى عنده رغبة إن هو يعمل لي قيمة مضافة للمنتج كده، هو عنده استعداد إن هو يزود من إيه؟ من إنتاجه، يعني بيزود من إيه؟ من الإنتاج بتاعه اللي هو المطلوب منه يوميا. فده بيؤدي إلى إيه؟ بيعمل لي عملية مساهمة، يعني هو كده بيساهم معايا في دوره في المؤسسة وفي دوره في المجتمع، وإيه؟ وإن هو يعلي من نفسه ويعلي من إيه؟ من وظيفته. إذا انخفضت، يعني إذا انخفض الحماس اللي عند العامل ده هيحصل إيه؟ كان دليلا على قلة هذه المساهمة وانخفاض أدائه للدور المكلف به. يعني العامل لو هو أقل ما عندوش الرغبة في دي هيعمل لي إيه؟ هيحصل إيه؟ هيحصل انخفاض في الأداء بتاعه، هيحصل انخفاض في الإنتاج. فلازم أعرف إيه السبب في إن العامل ما عندوش الرغبة دي، أو الرغبة دي عنده قلت أو ليه انخفضت، ممكن ساعات تبقى فيها انعدام. ثم أن الفرد يجني ثمار إنتاجه، ارتفع دخله، هذا بالإضافة إلى تقدير رؤسائه واحترامه احترامهم ليه. يبقى أنا لازم العامل يعرف إن هو لما بيأدي بالمساهمة دي وإن هو بيساعد في زيادة الإنتاج ده بيرفع من دخله، بيرفع من دخله، وكمان بيبقى فيه استحسان من رؤسائه، يعني رؤسائه بيبقى فيه معاملة كويسة وفي شكر دايما وفي تقدير مادي ومعنوي على ايه؟ على انتاجه الزائد وعلى ايه؟ سرعته في الانتاج، على ان هو بيطلع انتاج جيد. فده كله بيساعد في ايه؟ في ان هو يحسن اداؤه ويحسن من ايه؟ من دخله، ويزود في عملية الانتاج للمؤسسة. دي اول حاجه كانت بالنسبه للعامل. تاني حاجه بالنسبه للمنظمه، يعني المؤسسه اللي هي بنشتغل فيها، فان الانتاجيه تعبر عن كفاءه الاداره في استغلال الموارد والامكانات المتاحه لها. يعني انا هنا لازم المؤسسه بتستغل الموارد المتاحه لها، بتستغل ايه؟ كافه الموارد المتاحه لها، وبتعمل اداره لاستغلال الموارد، يعني إدارة كاملة لاستغلال الموارد والحصول من هذه الإمكانيات على أحسن نتيجة ممكنة. يبقى أنا بستغل كل الموارد اللي عندي داخل المنظمة، وبعمل إدارة كمان ليها، يعني أشوف إيه الهالك وإيه اللي أنا عايز أستعمله الأول وإيه اللي أنا ما أستعملوش الأول، بحيث إن أنا ما أطلعش الموارد بتاعتي أكترتها إنها تبقى مركونة عندي وما أستغلهاش وفي الآخر أرميها، أو إن أنا أباها، يعني هيبقى فيها خسارة إن هي بتتلف عندي. لأ، انا عايزه استغل كل الموارد الموجوده عندي داخل المؤسسه بحيث ان انا اطلع ازود من ايه؟ من انتاج داخل المؤسسه. طيب، فان زياده الانتاج قد تعني ايه؟ تقدم التكنولوجيا وتطور المنتج ورقي الاساليب والخامات والتسهيلات وملائمه مهارات العمال. يعني دلوقتي زياده الانتاج ده بيها اساسه عندي التطور التكنولوجي. التطور ايه؟ التكنولوجي. طيب التطور ده التكنولوجي بيدخل في تطور المنتج، الاساليب اللي انا بستخدمها والخامات والتسهيلات، ماشي، ملائمة مهارات العمال. يبقى انا بدخل التطور التكنولوجي ده في كل حاجة، في العمال، العمال عندي لازم يكونوا عندهم عارفين ملمين بالتكنولوجيا اللي موجودة عندي داخل المصنع، الموارد والخامات اللي انا هستخدمها لازم مرتبه بطريقه صحيحه، ان انا لما بستخدم التكنولوجيا بقدر اعرف كل حاجه داخل المصنع من خلال التكنولوجيا بتاعتي، ما بتحتاجش ان انا كل شويه اكتب ورق واعمل، لا، انا بيبقى عندي داخل الكمبيوتر او داخل الماكينه بعرف الايه الخطوات او العمل اشتغل ازاي داخل المنظمه. طيب، اي استخدام الاداره لمواردها بافضل شكل ممكن. ومن جهه اخرى فان انخفاض الانتاجيه يعني ان الاداره لم تحسن استغلال الموارد التي في حوزتها. يبقى انا كده راجع كل ده للاداره، الاداره الموجوده داخل المنظمه. لو الاداره صحيحه او
ماشية بخطوات منتظمة، يبقى كده بستغل الموارد، بستغل مهارات العمال، بستغل التطور التكنولوجي، يبقى انا كده بزود من ايه؟ مهارة العمال، بزود من الانتاج. لكن انا لو ما استغلتش كل ده كإدارة صحيحة، انا كده بقى ايه؟ بضيع وقت المنظمة، وبرضو ما بكسبش، ما بطلعش الانتاج المطلوب، ما بحققش الجودة المطلوبة. هنيجي بقى تعريف الانتاجية، او ما المقصود بالانتاجية. يعني ايه انتاجية؟ اول حاجة النسبة بين المخرجات وجميع العناصر المطلوبة لتحقيقها. انا دلوقتي عندي حاجة اسمها مدخلات وعندي مخرجات. انا لما بدخل ايه؟ بدخل خامات. مين اللي بيقوم باستخدام الخامات دي؟ العامل. طب مطلوب من الخامات والعامل اللي انا بيتعمل عملية ادخال يخرج لي ايه؟ منتج ذات جودة عالية. يبقى هي دي المخرجات اللي انا ايه؟ عايزة. يبقى انا مطلوب مني ايه هي المخرجات المطلوبة علشان انا اشتغل عليها؟ يبقى النسبة بين المخرجات والمدخلات. يبقى في نسبة بين المخرجات والمدخلات. يعني دلوقتي الحاجة اللي انا لازم اخرجها ايه؟ انا بدخلها خامات، بخرجها ايه؟ منتج. بقد على قد الخامات اللي داخله، ما يبقاش الكميه اللي داخله كبيره والخارج منها ايه؟ قليل. لا، انا عايزه زي ما بدخل خامات ادخل ايه؟ اخرج منتجات بنفس ايه؟ الكميه. تعبير عن مستوى تطور العمل المنتج. انا ايه بعمل ايه؟ بعمل تطور للعمل المنتج بتاعي. يعني دلوقتي بدخل المنتج بتاعي، لازم اعمله، بعمله اضافة، بعمله كبير، بحيث انه يبقى عندي انتاجية. عندي ايه؟ عندي انتاجية. تعبير عن تأثير العمل الحي ومقدار الوفر فيه. يعني ايه تعبير؟ تعبير بعبر عن ايه؟ عن العمل اللي هو شغال، اللي هو الحي، اللي هو داخل المصنع، اللي هو العمال، تبادل القطع مع بعضهم، ده اسمه العمل الحي. بوفر بقى في ايه؟ بوفر في الوقت، في الجهد، في المجهود، بطلع انتاج اعلى، نسبة الهادر في الوقت قليل. يبقى هو ده ايه؟ الايه؟ التأثير ايه في العمل الحي. نيجي بقى لايه؟ كل ده احنا هنحطه في مفهوم واحد. ايه هو المفهوم بقى؟ المفهوم الاوضح، اي ارتفاع في الانتاج يجب الا يعتبر ارتفاعا حقيقيا. يعني اي ارتفاع في الانتاج، يعني لو انا ارتفعت في الانتاج لا يعتبر ايه؟ ارتفاع حقيقي. يعني ايه الكلام ده؟ الا اذا كان مصحوبا في انخفاض في قيمة السلعة المنتجة. يعني انا دلوقتي لو انا عملت الانتاج بتاعي بكمية كبيرة من الخامات وطلعت انتاج قليل، يبقى انا كده خسرت، ما كسبتش. لكن انا لو دخلت الخامات او الموارد اللي انا بدخلها بتاعت اللي هطلع منها الانتاج، وطلعت انتاج اعلى، طلعت انتاج اعلى بايه؟ بمواصفات ايه؟ بمواصفات الجودة العالية، بمواصفات انتاجية كتير، اللي هي نسبة الانتاج اللي انا عايزاه، يبقى انا كده حققت ايه؟ قيمة السلعة المنتجة. حققت ايه؟ قيمة السلعة المنتجة، ان انا ايه؟ طلعت السلعة اللي انا هبيعها بسعر ايه؟ اعلى. دي اللي انا حققت من خلاله ايه؟ انتاج. طيب كمية الانتاج التي تتحقق خلال مدة زمنية بواسطة وحدة معينة من العمل، او النسبة بين الانتاج المحقق وكمية العمل التي بذلت فيه خلال مدة زمنية معينة. يعني دلوقتي عملت كمية انتاج، تمام؟ وتحقق خلال ايه؟ مده زمنيه. انا حددت مثلا انا هشتغل الكميه دي في ساعه، وحددت وحده معينه من العمل، يعني ايه؟ خط انتاج معين، او النسبه بين الانتاج المحقق. يبقى انا كده حققت النسبه بين الزمن وبين الوحده، ماشي، اللي انا حددتها. وبعد كده وحددت ايه اللي هو ايه؟ المدة الزمنية المعينة. يبقى انا طلعت كده الانتاج في الفترة اللي انا حددتها بالظبط. يبقى دي كمية الانتاج اللي انا بقى ايه؟ طلعتها، ان انا حددت الفترة اللي هيطلع فيها الزمن اللي هيطلع فيها الانتاج،
وطلع بنفس الكمية وبنفس في وقت الزمن اللي انا حددته وايه بنفس جودة المنتج. يبقى انا كده ايه حطيت هدف صح، ان انا ايه قلت انا في خلال ساعة هطلع مثلا 100 فستان، يبقى انا كده في خلال الساعة دي طلعت ال100 فستان من خلال ايه، من خلال الخط الانتاجي اللي انا حددته. انا حددت الخط ده هيطلع لي 100 فستان في خلال ساعة، ففعلا طلع لي ال100 فستان في خلال ساعة. يبقى انا كده حققت كمية الانتاج ايه المطلوب. ايه هي بقى العناصر المختلفة التي تدخل في تكوين الانتاج؟ العناصر المختلفة التي تدخل في تكوين ايه الانتاج، تعالوا نشوفها مع بعض. الاداء والتكنولوجيا. الاداء والتكنولوجيا، يعني الاداء اللي هو اداء العامل، التكنولوجيا اللي هي الماكينات والالات اللي انا بستخدمها اللي بتدخل فيها التكنولوجيا المتطورة. هنتكلم اول حاجة عن الاداء. يختص هذا العنصر من عناصر الانتاجية بالجانب الانساني. يختص هذا العنصر من عناصر الانتاجية بالجانب الانساني. طبعا اللي هو الكلام المكتوب باللون المخالف، ان هو لو جالي اكمل اعرف اكمل الجملة ازاي. ممكن يجيلي ده اكمل، يبقى هنا الاداء هنا بيختص بالجانب مين؟ بالجانب الانساني اللي هو مين؟ اللي هو العامل، اللي هو الفني اللي بيقوم بايه بتنفيذ العمل. يقصد بالاداء مجموعة من الابعاد المتداخلة. يقصد بالاداء ايه؟ مجموعة من الابعاد الايه المتداخلة. العمل الذي يؤديه الفرد ومدى تفهمه لدوره واختصاصاته. يعني لازم العامل عندي او الفرد عندي او الفني اللي هيشتغل يكون عارف دوره واختصاصاته، يكون عارف ايه دوره واختصاصاته وفهمه للتوقعات المطلوبة منه. يعني متوقع ان انا ممكن اطلب منه ايه اثناء العمل، ومدى اتباعه لطريقة او اسلوب العمل الذي ترشده له الادارة عن طريق المشرف المباشر. يعني هو لازم يبقى متوقع مني انا هطلب منه ايه اثناء تنفيذ المنتج، وده بيبقى عن طريق مين؟ عن طريق المشرف. المشرف اللي هو مشرف عنه في خط الانتاج، وبناء عن تعليمات الادارة اللي هي بتتحط دي ان هو هيعمل ايه المنتج ده بمواصفات الاتية، وهيعمل فيه تغيير كذا وكذا. يبقى هو ده لازم العامل يبقى عندي متوقع لايه للمطلوب منه يو ايه في الخط الانتاجي. الانجازات التي يحققها ومدى مقابلة الانتاج الذي يتم للمعايير الموضوع. يبقى انا هنا الانجازات اللي لازم يحققها العامل هي ايه، ومدى مقابلة الانتاج، يعني الانتاج اللي هيطلعه في اليوم او في المدة المحددة لازم يكون فيه معايير ليها ويكون مطبقة للمعايير الموضوع، اللي هي زي ايه؟ زي الكمية، النوعية، والزمنية، ومعايير المخرجات في وحدة زمنية معينة، اللي هي الجودة، توفير الوقت، وضغط التكاليف. يبقى لازم هو يعرف المعايير دي علشان يقدر يشتغل، هيشتغل عليها وهيطلع لي منها الانتاج. يبقى المعايير اللي هي ايه؟ الكمية النوعية والزمنية، يعني الكمية المطلوبة منه في الزمن قد ايه؟ المعايير المخرجات في وحدة زمنية معينة، يعني انا دخلت قلت خامات هخرج مخرجات في وقت زمن محدد ويكون جودته ايه عالية. توفير الوقت، وده اهم حاجة، ما يكونش عندي وقت هادر اثناء الانتاج. ضبط التكاليف، ان انا ما يبقاش عندي هادر في الخامات او في الوقت، ان هو كده انا ايه ما يبقاش عندي تكاليف زيادة. دي اهم حاجة عندي، ان انا ميبقاش عندي تكاليف زيادة اثناء تنفيذ المنتج. سلوك العامل في وظيفته. سلوك العامل في وظيفته دي مهمة قوي. سلوك العامل، يعني العامل ده ملتزم بالمواعيد، ملتزم بالعمل اثناء اليوم، ما فيش تضييع للوقت، بيعامل زملائه ورؤسائه ازاي، بيتقبل المعلومة ازاي، بيتقبل
من رؤساء الأوامر إزاي؟ ده مهم جدا عندي، اللي هو بقول عليه سلوك الفرد. يبقى سلوك العامل في وظيفته ومدى محافظته على الأدوات والخامات والأجهزة التي يستعملها. يبقى هنا بقول إن العامل سلوكه في مدى محافظته على الأدوات، اللي هو الآلة اللي بيستخدمها، الأدوات اللي بيستخدمها، الخامات اللي بتجيله، الأجهزة اللي بيستعملها، ده يعتبر من أهم أهم أعمال العامل، اللي هو سلوكه في وظيفته. سلوك العامل مع زملائه ورؤسائه ومدى تعاونه مع الزملاء ومساهمته في إنجاز أعمال الجماعة. يعني احنا بنشتغل كإيه؟ كجماعة، ما بنشتغلش كفرد، احنا بنشتغل كلنا عشان ايه؟ ننجح المنتج. يبقى لازم هو في تعاون بين العمال وبعضها او الزملاء وبعضها لنجاح العمل. فلازم يكون ايه؟ سلوك العمل مع زملائه ورؤسائه ومدى تعاونه معهم، ده مهم جدا، مساهمته في انجاز اعمال الجماعه. مدى طاعته للاوامر واتباعه لتوجيهات رؤسائه وتعاونه معهم، ودي قلنا مهمه جدا، لان هو لو هو ما بيسمعش كلام رؤسائه، ما بيطيعهمش في العمل، فبالتالي كده ان هو هيطلع منتج غير جيد، وهيزود التكاليف على المنظمه. لا، انا عايزه العامل يبقى يبقى ملتزم وبيسمع كلام رؤسائه في تنفيذ المطلوب منه. وطبعا تعاونه معهم في حل مشكلات العمل. يعني لو حصل مشكله اثناء العمل في مكنه مثلا وهو شغال عليها، لازم يبلغ رؤسائه. لو ما بيبلغ، ده بيعالج المشكله، مش يشتغل والمكنه فيها مشكله او فيها عطل ويطلع المنتج غير جيد، وان هو كده خسر الانتاج كله، لان هو ما بلغش ان المكنه عنده فيها عطل او محتاجه صيانه حاليا دلوقتي. وطبعا هنا برضو في حاجه بقول ان العامل في حل مشكلات العمل ويبلغهم بمقترحاته بشانها. يعني لو في مشكله قابلت العامل اثناء العمل، ممكن يقول مقترح ان ممكن يقترح فكره جديده لحل لحل المشكله. الحاله النفسيه والمزاجيه، ودي اساس للعامل. يعني العامل لازم يكون حالته النفسيه والمزاجيه مستريحه، يعني يكون عنده تقبل للعمل، ما يكونش الحاله النفسيه بتاعته سيئه فما يدينيش انتاج جيد. يبقى الحاله النفسيه والمزاجيه التي يوجد عليها العامل الحماس للعمل والرغبه في ادائه. يبقى لازم تكون الحاله النفسيه والمزاجيه للعامل تكون متناسقه، او ان هي في توازن في نفسيه العامل، على اساس يقدر يديني يبقى عنده حماس للعمل والرغبه في ادائه والاستعداد لاتقانه والاهتمام بمشكلاته والتحفز لعلاجها. يعني لازم اكون عارف العامل ده ايه هي مشكلته، بيعاني من علشان اقدر اوصل منه لنتيجه اثناء العمل. لكن انا لو حلتلوش المشكله اللي هو بيعاني منها، هتبقى حالته النفسيه سيئه، فمش هيقدر يديني الانتاج اللي انا عايزه. يبقى لازم يكون العامل عنده استقرار نفسي وهو اثناء العمل، يبقى عنده استقرار نفسي اثناء العمل. طرق تحسين والتطوير التي يمكن للعمل ان يسلكها في عمل. طبعا احنا قلنا قبل كده ان انا بعمل للعمال عندي تدريبات مستمرة، بشوف ايه هو الحاجة الضعيفة عند العامل، واقدر اعمل له تدريبات لتقوية المهارة دي، زي ما يكون هو اوصل بيه ان هو يبقى فني ماهر، يقدر يتعامل مع اي ماكينة. لو انا عندي ماكينات دخلت جديد او دخل فيها تطور تكنولوجي او ماكينات بالكمبيوتر، لازم اعمل تطوير للعامل ده علشان اوصل منه للانتاجية اللي انا عايزها. يبقى هنا طرق تحسين والتطوير التي يمكن للعامل ان يسلكها في عمله ليزيد من كفاءة الاداء، وطرق تقديم والتطوير بالنسبة له شخصيا. يعني انا بعمل هنا تطوير
للعامل علشان استفيد منه ان هو يطلع لي انتاج عالي، وكمان ان هو يحس ان هو زيه زي زمايله، ان هو متفوق، ان هو ممتاز، ان هو بيقدر يطلع انتاج كويس. نيجي بقى للسؤال، كيف يمكن ان تؤثر التكنولوجيا على الانتاج؟ كيف يمكن ان تؤثر التكنولوجيا على الانتاج؟ التكنولوجيا هي الجانب الفني، جانب الفني للتكنولوجيا. يبقى التكنولوجيا هي ايه؟ هي الجانب الفني. طب التكنولوجيا بقى ليها شقين، التكنولوجيا ليها شقين رئيسيين اللي هم ايه؟ مادي ومعنوي. يبقى التكنولوجيا الشقين بتوعها مادي ومعنوي. يبقى التكنولوجيا هي الجانب ايه؟ الفني، يعني هي الناحية الفنية داخل المنظمة، وهي ليها شقين ايه؟ مادي ومعنوي. تعالوا نشوفه مع بعض. لا تعتمد الانتاجية على الاداء الانساني، يعني هنا في التكنولوجيا ما بتعتمدش على الاداء الانساني بس، لكن هي بتحتاج الانسان، لازم يبقى في عامل، لكن هي ما بتعتمدش على الانسان فقط، تعتمد على العوامل الفنية. بتعتمد على العوامل ايه؟ الفنية. ايه هي العوامل الفنية بقى اللي بتعتمد عليها التكنولوجيا؟ يعني التكنولوجيا مش اعتمادها الاساسي على الانسان، لا، بتعتمد على حاجتين، الانسان والايه؟ والعوامل الفنية. يبقى بتعتمد على الاتنين دول اثناء الايه؟ الايه؟ العملية الانتاجية. المعدات، الاجهزة، الالات التي تستخدمها المنظمة، اسلوب العمل الذي تسير عليه، اللي هي خطة العمل اللي انا بحطها، دي اسمها ايه؟ العوامل الفنية. يبقى ايه هي العوامل الفنية اللي بتعتمد عليها الانتاجية؟ المعدات، الاجهزة، الالات التي تستخدمها المنظمة، اسلوب العمل الذي تسير عليه. كمل مع بعض. تاني حاجة، المنظمات على درجة من درجات التكنولوجيا، اللي هي المنظمات بقى اللي هي التكنولوجيا فيها اعلى او بتعتمد على التكنولوجيا فقط. طب البسيطة والمتطورة، البسيطة والمتطورة، يؤثر ذلك على ايه؟ تنظيم هذه المنظمات وسياساتها وعلاقاتها. يعني المنظمات اللي بتعتمد على التكنولوجيا البسيطة او المتطورة، ده بيأثر على ايه؟ على سياستها وعلاقتها، بيأثر على سياساتها وايه؟ وعلاقتها. التكنولوجيا التي تستخدمها مصانع الانتاج المستمر، يعني عندي المصانع اللي بتستخدم فيها انتاج مستمر، تختلف عن تلك التي تستخدم في مصانع العمليات. يعني انا دلوقتي لو الماكينات عندي، لو انا بعتمد الماكينة عندي انها بتشتغل بالعامل ومع المعدات الفنية او العوامل الفنية، فكده لو الماكينات دي توقفت او حصل فيها عطل، العامل بيشتغل. لكن انا لو المصنع نفسه معتمد على اللي هي الماكينات التكنولوجيه ومش معتمد على العامل، فما بيحصل فيها عطله، يحصل عنده ايه؟ هيحصل عنده خفض في عمليه الانتاج. والطرق والاساليب التي يتبعها مصنع بصفه رئيسيه على الايدي العامله تختلف عن تلك التي يستخدمها مصنع ايه؟ اللي احنا بنقول انا لما باجي المصنع، لما بيعتمد على القوة العاملة بيبقى انتاجه اعلى وجودته اعلى، لكن لو هو هيعتمد على الالي فقط، فلو حصل عطل اثناء العمل يبقى كده العمل عنده توقف، لان هو عدد العمال عنده قليل، هو بيكتفي بالالات الموجودة عنده وبيعين عمال قليلين، فبالتالي لو الالات دي حصل فيها عطل بكده الانتاج عنده هينخفض، لان ما في ايه؟ لان هو اعتماده الاساسي على الايه؟ على الالات، مش معتمد على ايه؟ القوة العاملة. مراحل التطور التكنولوجي، اول حاجة الميكنة. يبقى مراحل التطور التكنولوجي اول حاجة ايه؟ الميكنة. الميكنة اللي هي ايه؟ هي ادخال الالات لمساعدة الانسان، يعني انا بدخل الالات دي لمساعدة الانسان، مش عشان استغنى عنه، لا، انا بدخلها عشان اساعده. تحقيق مزايا زيادة الانتاج، وحقق ايه؟ مزايا زيادة الانتاج، وخفض التكاليف، وتحسين الخدمات وجودة المنتج. ما دي ايه؟
دي اسمها الميكنة. يبقى انا بدخل الميكنة دي عشان اساعد الانسان، واعمل زيادة في الانتاج، واعمل خفض في التكاليف. يبقى عندي خفض في التكاليف، تكاليف الخامات، الوقت الهادر، بدأ انا وعملت خفض في التكاليف، وتحسين خدمات وجودة المنتج، وده اهم حاجة عندي. يبقى انا ما بدخل الميكنة دي عشان اوصل لجودة المنتج. الآلية، الآلية هي ادخال النظام الآلي، ان انا بدخل نظام الآلي، وهي تلعب الدور الرئيسي بدون تدخل الانسان. يعني الآلة هي اللي شغالة ومش محتاجة الانسان في حاجة، حيث تسير الأجهزة والآلات حسب برامج الكمبيوتر. ده اللي هي الآلية. هنا لما الآلية دي بتعطل بيحصل خفض في الإنتاج، بيحصل خفض الإنتاج، لأن هو بيعتمد على على الآلة. كل حاجة أنا ببرمجها بالكمبيوتر والآلة شغالة، يبقى هنا العامل اللي بيبقى واقف مجرد إن هو بيراقب الآلة بس، لكن ما بيشتغلش عليه. فده في حالة إن الآلة دي تعطل، يبقى كده الإنتاج هيقف، يبقى هو كده خسر. لكن انا لو انا بعمل الاتنين مع بعض، لا، يبقى كده هزود في الانتاج وهزود في الجودة. كده احنا عرفنا الفرق بين الميكنة وبين الآلية. طب، وتوجد نقاط مراقبة ذاتية، ده داخل الآلية، ونقاط انذار وتحذير عند حدوث اعطال او عوامل طارئة. يعني انا لو الآلة دي وقفت هلاقي في جهاز انذار كده بيقول لي ان الآلة دي وقفت، او الآلة دي حصل فيها عطل. تعمل على ضبط النظام في المسار الصحيح، وارجع تاني. طب الفتره اللي هيحصل فيها ان الجهاز الانذار يقول لي ده الاله دي حصل فيها عطل او الاله توقفت، ده بيحصل بيحصل تكاليف، في تكاليف دلوقتي في الوقت. يبقى انا عملت هادر في التكاليف، والفتره دي هيبقى الانتاج اللي مطلوب ان هو يطلع كده قل من مكنه واحده. وتعمل على تسهيل النظام الآلي وانتشاره. طبعا دي اللي هي الآلة بنقول ان هي بتعمل على تسهيل النظام الآلي وانتشاره. تأثير التكنولوجيا على الانتاج، ما هو تأثير التكنولوجيا على الانتاج؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجة، المعدات والأجهزة وغيرها من العدد والأدوات التي يستخدمها الأفراد في أدائهم. يبقى أنا عندي المعدات والأجهزة التي بيستخدمها الأفراد في في أدائهم لوظائفهم، يعني بستخدمها أثناء الوظيفة، ودرجة التقدم أو التطور التي عليها هذه المعدات. يعني المعدات دي تطورها إزاي، وأنا بستخدمها في وظيفتي إزاي، وهي بتساعدني في انجاز العمل ازاي. دي اللي هي المعدات والاجهزة اللي انا بستخدمها اثناء الوظيفة لتساعدني في انجاز العمل المطلوب مني. المواد والخامات التي تدخل في تصنيع المنتج او تستهلك في اداء العمليات المطلوب. برضو انا بقى ببقى محدد عندي من خلال قائمة كده او من خلال ملف، هي المواد اللي دخلت، المواد الخام اللي دخلت عندي، وانا استهلكت منها قد والهادر منها قد ايه، وهل انا عندي فائض في الخامات دي، بحيث ان انا لما اجي اشتري خامات هل بشوف كده عندي فائض في الخامات دي ولا ما عنديش. ده من خلال التطور التكنولوجي اللي موجود داخل المصنع. الطرق والاساليب الفنية التي تستخدمها المنظمة في انجاز اعمالها. طبعا دي احدى الاساليب، ان انا باخد الطرق اللي تستخدمها المنظمة والاساليب الفنية اللي تستخدمها في انجاز العمل. يعني لو انا حاطة كل ملفات المصنع عندي على الكمبيوتر، كل قسم ليه ملف، هقدر من خلال ان انا افتح الملفات دي اعرف المصنع عندي ماشي ازاي، او ايه اللي ناقص، ايه اللي انا عايز اشتريه، القسم ده محتاج القسم التاني محتاج يبقى انا كده عملت تقليل في الوقت، وزودت فيها العملية الانتاجية. دراسة المصنع وحجمه وطاقته الانتاجية، والتشغيل الاقتصادي الامثل، وتصميمه وخط انسياب العمل فيه، ودراسة المنتج وتصميمه ومواصفاته. يبقى انا كده بعمل دراسة المصنع
بالكامل، بشوف حجمه قد ايه، الخامات والمواد اللي انا محتاجاها قد ايه، العمال اللي عندي قد ايه، طاقة المصنع قد ايه، الاحتياج الاقتصادي ليه ايه، وخط انساب العمل، يعني العمل هيمشي ازاي، خط سير العمل، وطبعا دراسة ايه المنتج وتصميمه ومواصفاته، ده عن طريق ايه التطور التكنولوجي. والمزيج الذي يتكون منه في حالة انتاج اكثر من سلعة واحدة، يعني انا لو هنتج اكتر ايه من سلعة، يعني هنتج مثلا نوعين او ثلاثة من ايه من المنتج، وفحص الطرق والوسائل التي تتبعها الإدارة من حيث تبسيط دورة العمل، يعني دورة العمل اللي عندي أعمل لها عملية تبسيط للعامل أثناء العمل، بحيث إن أقدر أتابع خط سير المصنع وأنا داخل المكان بتاعي بسهولة ويسر، ما يبقاش في صعوبة وأنا بتابع خط الإنتاج. والتنميط ودراسة الحركة والزمن وتخفيض معدلات الضياع والفاقد، ده اللي يهمني من التطور التكنولوجي، ان انا بقلل الفاقد واقلل واقلل الوقت الهادر، بقلل الفاقد واقلل الوقت الهادر، بزود في العملية الانتاجية، بزود في العملية الانتاجية. ثالثا، طرق تحسين الانتاج. طرق تحسين الانتاج، تكلم عن طرق تحسين الانتاج. ايه هي طرق تحسين الانتاج بقى؟ هناخدها كده واحدة واحدة. الاهتمام بسياسات الافراد المختلفة، الاهتمام بسياسات الافراد المختلفة، فينبغي الاهتمام باختيار الافراد الجدد حسب الوصف الدقيق للوظائف، وده احنا خدناه في الباب الاول، ان احنا قلنا بنعمل وصف وظيفي للوظيفة، الوظيفة اللي انا عايزاها انا بعمل وصف وظيفي، يعني اللي هيجي يشتغل في الوظيفة دي مواصفاته ايه المطلوب منه، مطلوب ينفذ اثناء العمل، يبقى ده اللي بعملها عن طريق بطاقات الوصف الوظيفي. يبقى انا هنا لما اجي احط السياسة للافراد، ان انا بحدد الوظيفة اللي ناقصة عندي ومين اللي هيشتغلها، دي مهم جدا. وازاي اختار الافراد؟ عن طريق بطاقات الوصف الوظيفي اللي احنا اخدناها قبل كده. الاهتمام بتقييم الوظائف وبتخطيط القوى العامله والاجور ومختلف انواع الحوافز الاخرى، ماديه او معنويه. يبقى انا بحط خطه تقييم الوظيفة، بعمل حاجة اسمها تقييم الوظيفة دي اللي هيشتغلها هياخد كام، وهيشتغل وقت قد ايه، وهحط له حوافز قد ايه، والمطلوب ان هو لما تجيله كل ده هيطلع لي ايه، انا عايز منه ايه، انا عايز يطلع لي ايه في الوقت ده. يبقى هو ده اللي هو الجانب المادي والمعنوي، يعني انا بقول له انا عايز هديك مرتب او هديك حوافز في مقابلها ان انت هتديني انتاج، وهل الاجر اللي هياخده هو بيأدي وقت العمل ولا هيكون زيادة ولا هيكون اقل. لازم اعمل تقييم للوظيفة دي ان ما يكونش الاجر اللي هديهوله اعلى من المطلوب منه من العمل اللي هيعمله، ولا يكون اقل من العمل اللي هيعمله، يعني يكون في تناسب بين الاتنين. الاهتمام بالتدريب الاداري والفني، طبعا احنا قلنا هنا ان التدريب ده اساسي لكل العمال او الموظفين اللي هيشتغلوا في المؤسسة، لازم اعمل تدريب لأي موظف جديد او اي عامل جديد جايلي، لازم يكون هيتدرب على العمل اللي هيشتغل فيه، ولو واحد هيترقى لازم اديله تدريب للترقية دي عشان يعرف ايه المطلوب منه في الترقية الوظيفة الجديدة لو طالعها. الاهتمام بالامن الصناعي يؤدي على كل ذلك الى زيادة الانتاج. طبعا الامن الصناعي ده مهم جدا، وده اساسي اساس العمل داخل المصنع، ان العامل لازم يكون عارف هيقعد على المكنة ازاي، هيتعامل معاها ازاي اثناء الحركة داخل المصنع، لازم اكون عاملة خطة امن صناعي داخل المؤسسة او المنظمة او المصنع، على اساس اقدر احقق زيادة الانتاج بتاعي. الاهتمام بالإنسان
وبمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات، وبالاتصال والعمل على توافق التنظيم غير الرسمي مع التنظيم الرسمي لصالح العمل. يعني لازم اهتم بالإنسان واعمل مشاركة بين العمال وايه في اتخاذ القرار. يعني لو انا هاخد قرار جديد او هعمل خطة جديدة بشارك العمال، لان العمال هما اللي هيشتغلوا، فلازم اعملهم ايه، اخد رأيهم واشوف مقترحاتهم ايه. ما يبقاش ايه، ما يحسوش ان انا بفرض عليهم الخطة او الرأي الجديد او النظام الجديد، لا لازم اخد رأيهم واعملهم ايه، يشاركوني في اتخاذ القرارات. والعمل على توافق التنظيم غير الرسمي ومع التنظيم الرسمي لصالح العمل. لازم يبقى فيه تنظيم رسمي وغير رسمي، اللي هو ايه، ان انا بحط قرارات، دي قرارات ادارية اساسي، في قرارات انا ممكن اخد رأي العمال ومشاركتهم فيه، بحيث ان هي ايه نوصل في الاخر لصالح العمل، نوصل في الاخر ايه لكون كل القرارات اللي باخدها دي لصالح العمل. الاهتمام بالتخطيط لوضع الخطط المناسبة للعمل، وبمشاركة العاملين عند وضع الأهداف، والاهتمام والتعيين والتوجيه والرقابة والتنسيق. يعني أنا بهتم بالتخطيط عشان إيه؟ عشان أحط خطط مناسبة للعمل، وأعمل مشاركة للعمال. أنا شاركت العمال أهو وقلت لهم إحنا هنعمل 1 2 3، يبقى أنا عملت إيه؟ عملت خطة وشاركت العمال وحطيت الخطة دي وحطيت الأهداف بتاعتها. يعني أنا وصلت إيه؟ إن أنا حطيت الهدف من الخطة دي إيه؟ إن أنا هأوصل مثلا للإنتاج بإيه؟ بجودة عالية، هزود الإنتاج بتاعي. وعملت إيه؟ والتعيين والتوجيه والرقابة والتنسيق. يبقى أنا حطيت أهداف، الأهداف والاهتمام والتعيين والتوجيه والرقابة والتنسيق. العمل على توفيق بين الإمكانيات البشرية والمادية والعوامل البيئية بهدف زيادة كمية الإنتاج وتحسين النوع. يبقى أنا لما بحط الخطة دي كلها بحطها ليه؟ عشان أوصل في الآخر إلى إيه؟ الإمكانيات البشرية والمادية والعوامل البيئية. بعمل توافق بين إيه؟ الإمكانيات البشرية والمادية والعوامل البيئية. كل ده بيديني إيه؟ بيديني زيادة في إيه؟ في الإنتاج وتحسين نوع. زيادة في الإنتاج وتحسين إيه؟ نوع. الاهتمام بالظروف المحيطة بالعمل، سواء طبيعية مثل درجات الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة والغازات والضوضاء والألوان والنظافة والخدمات الصحية. دي الظروف، الاهتمام بالظروف المحيطة بالعمل. يعني لازم أكون أهتم بالظروف المحيطة بالعمل، بيئة العمل اللي احنا اتكلمنا فيها أكتر من مرة، بيئة العمل. يعني لازم يكون ايه بيئة العمل مناسبة للعامل عشان اقدر اطلع انتاج. يعني اراعي ان ايه لو في رطوبة، لو في حرارة، لو درجة الحرارة عالية، درجة الرطوبة عالية، ما يبقاش المكان غير مناسب او ملائم للعامل اثناء العمل. لازم يكون الايه يكون مناسب للايه للعامل. يبقى انا براعي بيئة العمل وراعي الظروف الطبيعية اللي هي ايه اللي هي موجودة في المكان في نفس الوقت ده. مثل درجات الحرارة، احنا قلنا الحرارة والرطوبة وشدة الإضاءة، ما يكونش الإضاءة عندي ولا منخفضة ولا عالية. طبعا يكون في تنفس، يكون في نسبة هواء في المكان، يكون في تهوية، ما يكونش المكان مغلق، ان يكون التهوية فيه صعبة. طبعا الالوان اللي هي الالوان اللي هي لون المكان نفسه يكون مريح نفسيا. يعني الدهانات اللي انا بعملها للمكان تكون مريحه نفسيا، ما تكونش دهانات تجي غامقه تجيب اكتئاب للعامل او ايه. لازم يكون الدهان يكون فاتح، يعني يساعد العامل ان هو يقدر يشتغل. الخدمات الصحيه طبعا اللي هو التامين الصحي، ان انا اكون عامل تامين صحي للعامل، ان هو لو العامل تعب يلاقي مكان يتعالج فيه، مش ان انا بشغله عندي وفي الاخر ما يلاقيش مكان يتعالج فيه. لا، ده مهم جدا ان في تأمين صحي للعمال اللي شغالين عندي، وهذا يؤدي الى زيادة الانتاجية والاقلال من اعطال
من اعطال العمل ومن الامراض المهنيه والحوادث. يبقى انا لو اهتميت بكل ده هقلل من الامراض، هقلل من الحوادث، هزود في الايه الانتاج. يبقى انا لو اهتميت ببيئه العمل واهتميت بالتامين الصحي للعامل، يبقى انا كده ايه قللت الحوادث وقللت الايه الامراض، الامراض المهنيه اللي بتحصل للعامل، وكمان بعمل له زي ايه بزود في ايه في الانتاج. وضع معايير لأداء مختلف الأعمال، وأن تكون كمية ونوعية وزمنية بناء على الأهداف المحددة. أنا بحط معايير للأداء، والمعايير الأداء دي ليها هدف معين، ليها هدف إيه معين، وليها زمن معين، وليها زمن معين. إحنا النهاردة هنتوقف لغاية النقطة دي، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنكمل بقية المعايير وبقية الأهداف. وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وأراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.